سوري من الوحدة بالطريقة التي تمت كان يسعى لأن يعقلن هذا الحراك. وأنا من من حمل رسالة إلى أبو بكر العطاس من الرئيس حافظ الأسد للتريث. والسبب الرئيسي الذي كان يقلق الرئيس حافظ الأسد هو لا نريد أن نضيف خيبة أمل جديدة إلى سجل خيبات الأمل فيما يتعلق بالوحدة العربية. تريثوا شوي. وأنا أعرف تماما بأن سوريا عرضت على اليمن الديمقراطي بأن كل ما كان يأتيها من الاتحاد السوفيتي من سلاح ومال يغطي عجزها، سوريا على استعداد لأن تغطي كل متطلباتها. وهذا الكلام طرحناه نحن وخرجنا بانطباع إيجابي، لكن للأسف الشديد فوجئنا. أنا أذكر حتى خرجنا، كنت أنا وسلطان أحمد عمر وقار الله عمر، وإحنا مبسوطين هيك بأنه أثمر اللقاء، لأنه كان في قلق وفي خوف من الجميع يعني حول هذا الحراك المتسارع نحو الوحدة. لكن فوجئنا بأنه الوحدة تمت وتم الإعلان عنها. أسباب كثيرة تتعلق بموقف وبقلق حزب البعث العربي الاشتراكي التابع لسوريا من قيام الوحدة اليمنية، وبحكم دعمه ومساندته لجنوب اليمن في تلك الفترة كان يهمه الجنوب بشكل كبير، ويهمه من وقوعه في ورطة أو مأزق جديد، فكانت نظرته تصب في ذلك الطريق. إحنا قلقنا لأسباب عدة. القلق الأول بأنه النظام الجنوبي كان نظام محدد معروف، هويته معروفة، والصراع الدائم هذا بينه وبين الشمال كان يعني ينطلق هو من قناعة بأنه الشمال نقيضه، وبالتالي أنت توحدت مع نقيضك دون أن تمهد الطريق لتسوية خلافاتك. الجانب الآخر أنه هذا العناق الوحدوي أو اللقاء الوحدوي تم على حساب يعني آمال وتطلعات ناس كانوا فعلا يبحثوا للتكامل، لكن لم تنضج الفكرة الوحدوية. الفكرة الوحدوية كانت بحاجة إلى فكر قومي، ما هيش فكر مزاجي أو اعتباطي، ولا هي أمني، هي قومي لها علاقة بالناس. الناس انطلقت عاطفيا لاحتضان هذا الإنجاز، لكن الترجمة الحقيقية للوحدة أو النوايا الحقيقية للوحدة ما كانت تحمل النوايا الصادقة، لأنها أول ما تجسدت أولا يعني جسدت انطلاقا من هذا التفارق الذي حصل. اشترط الشمال على أن لا يكون الوحدة مع اليمن بوضع الراهن، وكان على الجنوب أن يتخلص من القوى الشمالية. شوف، لو كان الحزب الاشتراكي دخل الوحدة كوحدة ك ك ك ك كيمن متكامل جنوب شمال، حزب اشتراكي بفرعيها الجنوبي والشمالي، شوف كان هو النصر، بداية النصر هذا. لكن خسر معركته في البدء عندما دخل الوحدة كجنوبي، بدخلهاش كجنوبي شمالي، لأنه هو بالأساس الوحدة إذا أخذت بالمعنى الإيجابي هي تراكم لنضالات خاضها مش بس الجنوب، خاضتها القوى الشمالية في الجنوب كمان، وبالتالي كان هذا الحامل هو الذي يترجم حقيقة النوايا للهدف الوحدوي. النقطة الأخرى في سياق حديث البعثيين عن الوحدة اليمنية كتحول بارز في تاريخ اليمن واليمنيين وما إلى ذلك من مهام تتعلق بعضها بالجيش ومناصب القيادات في إطاره كمؤسسة هامة، فما تم من تقسيم على سبيل المثال في إطار الحكومة وزير شمالي ونائب جنوبي والعكس كانت نقطة غير موفقة في نظرة البعثيين خلال تلك الفترة. جاءوا دمجوا مسؤول جنوبي مسؤول شمالي، وزير شمالي ونائب جنوبي، وهذا كان خطأ. كان المفروض أنهم يشركوا كل القوى الوطنية في الوحدة ويساهم كل القوى الوطنية، لكن استبعدنا احنا البعثيين لأنه شارك في هذا المنجز العظيم في الحكم. إضافة إلى هذا حتى أعضاء الحزب الاشتراكي اللي بالشمال لم يساهموا في السلطة، وهي طبعا وحدة يعني زي صورة لصقوها مع بعض، لم يستطيعوا أن يوحدوا الإنسان اللي هو شمالي واللي هو جنوبي، اللي هو شمالي والجنوبي. وبعدين هذا الخطأ في 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 الوحدة إنه عندما استوى الخلاف بين علي سالم البيض وعلي عبد الله صالح كل الجنوبيين عادوا الجنوب المسؤولين. الألوية اللي كانت موجودة من الجنوب
لواء جنوبي لواء شمالي، وهذا فين الوحدة إذن؟ كان المفروض أن الجيش يتوحد، الإنسان يتوحد، السلطة تكون واحدة، تمام؟ ويكون الكفاءة والقدرات هي السائدة في مرحلة جديدة يعني. لكن لا، كان وحدة المؤتمر الشعبي والحزب الاشتراكي بس. أما إنه وهذا لما تمت التركيبة، تركيبة خطأ، ولهذا كانت النتيجة حرب 94. الجيش اليمني بعد الوحدة ظل جيشين، وأنا كنت أقول لهم ما فيش وحدة بجيشين، ظل الجنوبي جنوبي والشمالي شمالي. حتى لما نقلوا لواء من الجنوب كله جنوبيين، جابوا لعمران، ونقلوا لواء لذمار كله جنوبي، ما فيش ولا شمالي بينهم. ونفس الشيء اللي نقلوهم من الشمال ودوهم لأبيان كلهم شماليين ولا جنوبي. فأنا قلت لهم هذا مش جيش وحدة، هذا تخندق جديد لقتال مباشر. الانتكاسة الثانية هو تلك القصبة الشطرية بين وزير شمالي نائب جنوبي، هذه الذي أحبطت كل نوافذ الأمل التي كانت لدى الشماليين في مجيء تجربة جديدة تخرجهم من هذه التجربة المستنقعية التي عاشوها في الشمال. ولهذا جزء كبير من المجتمع الشمالي أصيب بخيبة أمل عندما بدأ التقاسم، والأدهى من هذا عندما بدأت عناصر كثيرة في الحزب الاشتراكي تفسد بالمال والبيوت والكذا. فبقول يعني إنه هذا كان موقفنا. بالنسبة للعراق، العراق كان يرى في الوحدة انتصار له، لأنه كان لديه رؤية وكان يريد أن ينجز هذه الرؤية في إطار ساحته، وكان يريد هو أن يخلق اصطفافات على صعيد الجزيرة، هذه الاصطفافات تمكنه هو من أن يجسد مشروعه. من هنا كان دعمه للوحدة بغض النظر عن السلبيات التي ترافقت مع إنجاز هذا العمل العظيم والتي وصلنا إلى ما وصلنا إليه. إحنا كان موقفنا موقف مفارق، إنه هذه ليست وحدة، هذه تشبه الوحدة لكنها ليست وحدة، وستقود إلى حرب وحرب كارثية. على الصعيد التنظيمي كان لابد من جهد مضاعف لتهيئة الحزب وتنظيماته للمرحلة الجديدة المتسمة بالعلنية السياسية والعمل الجماهيري، بعد أن كان الحزب يعمل بسرية وتحت الأرض بحسب الواقع السياسي المعاش الذي يمنع الممارسة السياسية الحزبية، وفي الوقت نفسه الإعداد للعمل السياسي الحزبي المفتوح بعيداً عن الضوابط الحزبية الدقيقة في عملية الاستقطاب. وتبلورت هذه الأمور إلى العمل الجماهيري السياسي الشعبي المفتوح. عندما أعلنت الوحدة وأعلنت التعددية الحزبية التي واجهت الحزب، كانت مسألة خطيرة جداً، أنه كيف نحول هذا التنظيم السري إلى تنظيم علني، تنظيم كان يعتمد على الخلايا الحزبية، الخلايا الحزبية من 5 من 6 من 7، كيف نحوله إلى حزب جماهيري؟ ولهذا عندما فتح الحزب أبوابه وتعددت مساحته، يعني وصلت إلى 500,000 منتسب، كان الحزب غير قادر على استيعابهم وتنظيمهم وترتيب أوضاعهم. هذا أول كان امتحان أساسي للحزب على المستوى التنظيمي. أما على المستوى السياسي فقد كان الحزب أمام مهمة جديدة يجب أن تواكب المرحلة وطبيعتها بعد تحقيق الوحدة. فعلى هذا المستوى استوت العديد من التطورات والعديد من الخطوات باتجاه المشاركة السياسية وباتجاه إبراز الذات والمشاركة بفاعلية وبتنافس، ولكن مشاكل كثيرة حصلت في ذلك الطريق وارتكبت أخطاء بحق الحزب على المستوى السياسي. فدوره كان دور بارز، شارك في إعداد الدستور، شارك مع الاستفتاء، يعني كل المراحل اللاحقة كانت جيدة. لكن هذا العب الذي ما قدرناش ننظمه مع أول انتخابات، فشلنا في أنه نحقق الأهداف التي كنا نريدها. يعني كان 500,000 هذا على الأقل أتعطينا عدد من المقاعد في البرلمان، لكننا لم نحصل إلا على 7 مقاعد. لماذا؟ نتيجة أنه ما قدرناش نستوعب هؤلاء الناس وننظمهم التنظيم
الصحيح، لأن احنا كنا متعودين على التنظيم السري، فالتنظيم العلني يشتي آليات أخرى، يشتي صيغ تنظيمية جديدة. احنا في صيغنا التنظيمية لم نتعامل مع الدوائر الانتخابية، وكان المفروض ان احنا نشكل تنظيمات في كل دائرة انتخابية. هذا المسألة لم نعملها إلا بعد 94، وكانت سبب، يعني كانت انعكست على الحزب انعكاس خطير جدا في أنه حدث داخل الحزب انشقاق، لأنه عندما حصل الحزب على 7 المقاعد بدأ يتساءل والبعثيين هذا العدد الكبير أينهم، وأولهم مجاهد أبو شوارب. ولهذا مجاهد أبو شوارب لما شاف الوضع بهذا الكيفية صار قدم استقالته، قال هذا مش وضع، لأنه كان يعمل زيارات قبل الانتخابات ويمر على المناطق ويجد أنه الحزب قيادته في وادي والناس الذي ملتحق به مش مرتبين ترتيب حزبي، بالرغم أنه فتحت مقرات مش ما بلا في المحافظات حتى في المديريات، لو لزم الأمر حتى الوصول إلى القرى. فهذا الفشل سبب انقسام داخل الحزب. مجاهد أبو شوارب، دكتور عبد الوهاب محمود، قيادات أخرى وقفت بصف، والقيادات وقاسم سلام بقى في صف آخر، وتميزت أيضا المواقف. قاسم سلام راح مع الانفصال مع علي سالم البيض، وظلينا احنا مع النظام انطلاقا من ايش؟ انطلاقا من حرصنا على الوحدة ورفضنا للانفصال. تجربة البعثيين اليمنيين لم تتوقف عند هذا الحد، وباستمرار الحديث عن التجربة أيضا تستمر الانقسامات والخلافات التي أوجدت أمام الحزب حالة من التشتت السياسي والحزبي، وأشغلت القادة الحزبيون عن تطور أداء الحزب، بل من ناحية أخرى تستمر المواقف على مستوى الداخل وعلى مستوى القيادة القومية في الخارج، وفي إطار التحولات السياسية التي شهدتها الساحة اليمنية والعربية معا خلال فترة وأخرى. وبهذا يكون للقصة بقية.